بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلعها هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، باعثتها إحدى الأخوات في الله تقول أم أسامة. أم أسامة لها قضية تقول فيها: امرأة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بذلك أشد الإيمان، وتبتعد عن المعاصي قدر استطاعتها، وتبكي عندما تذكر الله تعالى، وتؤدي الصلاة في أوقاتها، ولكن يا فضيلة الشيخ دائما يأتيها شك في بعض الأمور التي هي من اليقين، وهي دائما تخاف من الموت ولا تحبه، وهي تبكي كثيرا وترجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنها هذا الأمر وهذه الوساوس، وهي تدعو الله كثيرا أن يبعد الله عنها هذا الشك، ولكن ما زال في نفسها. فهل هذا يدل على عدم رضاء الله عنها؟ وماذا تفعل حتى تصل إلى صدق اليقين وتطلب من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تدعو لها أن يرزقها الله اليقين الصادق والإيمان الدائم، وأن يحبب الله إليها لقاءه، وأن ينزع الله من قلبها الخوف والشك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه علامة خير في هذه المرأة أنها تحب الله ورسوله، وأنها تجتهد في الأعمال الصالحة والمحافظة على الصلوات، وما ذكرته السائلة من أنها يعتريها شيء من الشك والخوف من الموت، فهذه وساوس من الشيطان لا تضرها إن شاء الله. فالوساوس التي تعرض للإنسان في نفسه من الشكوك والأوهام هذه لا تضر. وقد شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أمثال هذه الوساوس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. وكون الإنسان يستعظم أن يتكلم بهذه الأشياء وإن كانت تحوك في نفسه من الشيطان، وهو يستعظم أن يتكلم فيها، هذا دليل على إيمانه، لأن المنافق والعياذ بالله لا يأنف أن يتكلم بالكلام القبيح، كلام الكفر. أما المؤمن فإن إيمانه يأبى عليه، حتى إن بعض الصحابة يقول: لأنا أتردى من جبل أحب إلي من أن أتكلم بهذا الشيء الذي قد يحوك في نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، فلا تهتم بهذا الأمر، وعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره. أما الخوف من الموت، فالموت كل يموت، وهذا لا بد منه، ولكن عليها أن تسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام، وإلا فالموت لا بد منه، خاف الإنسان أو لم يخف، هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. الحاصل أن هذا لا يضرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي خطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مجرد الوساوس في النفس لا تضر الإنسان، ما دام أنه مستقيم على الطاعة والعبادة فإنه لا يضره ما يعرض له من وساوس الشيطان، ويزول هذا بإذن الله. فعليها بالإكثار من ذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن، وألا تلتفت إلى هذه الوساوس ولا تهتم بها أبدا، وسيزول عنها بهذا الشيء إن شاء الله. نسأل الله لنا ولها الثبات والهداية والاستقامة حسن الخاتمة. اللهم شيخ صالح، لو تكرمتم، هل تنصحون هذه الأخت ومن ماثلها من رجال ونساء بقراءة آيات معينة أو راد معينة حتى يزيل الله عنهم ما يشكون؟
لا شك أن الأوراد في والأذكار في الصباح والمساء أنها حصن من الشيطان، وأعظم ذلك أن يقرأ الإنسان بعد صلاة الفجر وبعد كل الصلوات، بعد صلاة العصر وصلاة المغرب يقرأ الإنسان آية الكرسي، ويقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ويكرر ذلك ويكثر من ذكر الله عز وجل والتعوذات المشروعة مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، والأذكار المشروعة. طيب، وعليه أن يراجع الكتب التي تعتني بهذه الأذكار، ومن أقربها نعم الوابل الصيب للإمام ابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، والأذكار للنووي، هذه فيها الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لماذا يخاف الناس من الموت؟ طبيعة، هذه طبيعة الإنسان، حتى البهائم تخاف من الموت، أن الموت يروع الناس. وأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كلنا يكره الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الاحتضار أو في حالة الموت يبشر من الله سبحانه وتعالى، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وأما الكافر فإنه والعياذ بالله يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله يكره الله لقاءه، فالمؤمن لا خوف عليه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يكون الموت راحة للإنسان شيخ صالح؟ يكون راحة للمؤمن، يكون راحة للمؤمن من فتن الدنيا وآلامها وأحزانها، لأنه ينتقل من، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، المؤمن يرتاح بالموت إذا أفضى إلى ما أعد الله له من الكرامة والنعيم، لأنه في هذه الدنيا في ضيق من الفتن وما والأخطار التي تعرض للإنسان في هذه الحياة، لذلك تكون وفاة المؤمن خيرا له عند اشتداد الفتن وتعاظم الفتن التي تؤثر على دين المسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن والحال ما ذكر شيخ صالح، الموت يكون محبوبا لدى المؤمن؟ المؤمن في بطبيعته لا يكون الموت محبوبا له، ولكن عند الوفاة يبشر فيزول عنه هذه الكراهة، تزول عنه هذه الكراهة، وإلا فكراهة الموت هذه طبيعة في الحيوانات وفي الآدميين. نعم، هذه طبيعة لكنها تزول إذا بشر بلقاء الله عز وجل، زالت هذه الكراهة وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسائل أخرى من رسائل الأخوة المستمعين. فهذا هو المستمع ألف من السودان الشمالية، يسأل في هذا اللقاء ويقول: في مسجدنا بعد الباقيات الصالحات هناك من المصلين 2 أو 3 حافظون حال لأدعية يدعون واحدا منهم وهو رافع يديه ونحن نقول آمين بصوت مسموع، ولكن لا أفعل معهم ذلك وإنما أدعو في السجود، بيّنوا لنا ما جاء في الشريعة حول هذا الموضوع حتى نتبعه جزاكم الله خيرا. الدعاء في أدبار الصلوات مشروع، لأن ذلك مظنة الإجابة، ولكن لا يكون الدعاء بصوت جماعي، ولا يكون الدعاء بقراءة واحد والبقية يؤمنون، لأن هاتين الصفتين من البدع، ولكن كل مسلم يدعو لنفسه بعد الصلاة منفردا ولا يرتبط بالآخرين، هذا هو المطلوب. أما الدعاء الجماعي بعد الصلاة ورفع اليدين في ذلك أو الإمام أو غيره يدعو والبقية يؤمنون، فكل هذا من البدع المحدثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل يدعو لنفسه ويجتهد في الدعاء ولا يكون ذلك
بصوت جماعي أو ما أشبه ذلك من المحدثات، وإن كان تعرف على هذا كثير من الناس في بعض البلاد، وكل ما خالف السنة فإنه مردود على صاحبه ويجب التوبة منه وتركه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يصل رسائل كثيرة إلى هذا البرنامج وكلها تعرض وضع العمالة هنا ووضع أولئك الذين يستقدمون العمال ويسرحونهم كيما يعملوا ويؤدوا لهم مبالغ معينة في كل شهر. كلمة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، على ضوء رسالة بعث بها المستمع نون خادال من حفر الباطن. وضع العمالة وضع مشكل بلا شك بسبب سوء تصرفات الناس. أصل استقدام العمالة إنما سمح به من قبل ولاة الأمور لأجل حاجة أصحاب الأعمال إلى عمال أو أيد عاملة تقوم بأعمالهم التجارية والزراعية والصناعية ونحوها. هذا هو الأصل في السماح باستخدام العمال، أن كل صاحب عمل يستقدم من العمال قدر حاجته فقط. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم ليس عندهم أعمال أو عندهم أعمال يسيرة لا تتحمل عمالا كثيرين، لكنهم يستقدمون أفواجا من العمال ليس لهم بهم حاجة أو ليس لهم بكثير منهم حاجة، وإنما يتركونهم يشتغلون عند الناس ويدفعون لهم قسطا يوميا أو شهريا، فهذا باطل ومحرم. أولا لأنه خلاف ما سمح به ولي الأمر، ففيه معصية لولي الأمر، وثانيا أن هذا فيه استغلال لهؤلاء العمال المساكين الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية إلى أن يخضعوا لهذا الظلم، فيشتغلون عند الناس ويكدون ويكدحون ولا يأخذون إلا نسبة ضئيلة من عرقهم والباقي يأخذه هذا الظالم، هذا حرام عليه ولا يجوز له. فالواجب أن المسلم يخاف الله عز وجل، ألا يستقدم من العمال إلا ما تدعو الحاجة إليه بنفسه، إذا كان عنده عمل هو فيستقدم من العمال على قدر عمله فقط، وإذا استغنى عنهم وانتهى عمله فإنه يعاملهم بحسب النظام، إما بأن ينقل كفالتهم إلى غيره وإما بأن يسفرهم إلى بلادهم. علاوة على ما ذكرنا من المفاسد، ربما يكون كثير من العمال من الكفار وأصحاب العقائد الكفرية الباطلة، أو يكون كثير من العمال دعاة إلى الفساد، الفساد الخلقي أو الفساد الاعتقادي، فيؤتى بهم ويزج بهم في هذه البلاد ثم يفسدون في الأرض، وهذه مضار عظيمة وأخطار كبيرة. وقد صدر من هيئة كبار العلماء منذ 10 سنوات أو أكثر قرار واضح في تحريم استقدام العمال إلا بقدر حاجة المستقدم، وأن من استقدمهم وليس عنده عمل وتركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة أن هذا أمر محرم شرعا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثة الرسالة إحدى الأخوات تقول: نوير الثنيان الشمري. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: نرى في هذا الزمان أن بعض الناس يتهاونون في أداء الصلاة، فما رأي فضيلتكم شيخ صالح؟ نعم، هذه مصيبة عظيمة، التهاون في شأن الصلاة هذه علامة شر وعلامة خطر داهم إن لم يتدارك هذا الخلل، لأن التهاون بالصلاة تهاون بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هو تهاون بعمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، بل هو تساهل بعمل هو أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإنه جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن صلحت قبلت وقبل سائر عمله، وإن لم تصلح أو فسدت فإنها ترد ويرد سائر عمله. والله تعالى أمر بإقام الصلاة في مواقيتها مع الجماعة بخشوع وطمأنينة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وذكر سبحانه أن المتهاونين بالصلاة أنهم متوعدون بالويل، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة معناه التهاون بها، إما بإخراجها عن وقتها أو بترك صلاة الجماعة أو بعدم حضور القلب أثناء أدائها أو
بعدم الطمأنينة في أداء أركانها وواجباتها وما يشرع فيها، كل هذا من السهو عن الصلاة، وهم متوعدون بالويل وهو واد في جهنم. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومعنى أضاعوا الصلاة أنهم أخروها عن مواقيتها، فلا يصلي الفجر مثلا إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا بعد العصر، ولا يصلي العصر إلا بعد المغرب، وهكذا كل صلاة يخرجها عن وقتها، هذا إضاعة للصلاة. وأما من ترك الصلاة نهائيا فلم يصلي فهذا كافر خارج من الملة، حتى ولو كان يعتقد وجوبها فهو كافر على الصحيح عند أهل العلم للأدلة الدالة على كفره. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. والله تعالى يقول عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول جواب لهم أنهم قالوا لم نكن من المصلين، هذا هو السبب الذي سلكهم في سقر والعياذ بالله في النار. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلوهم، دل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن من لا يقيم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، إذن يكون كافرا، إلى غير ذلك من الأدلة. فأمر الصلاة أمر عظيم، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ومن حافظ على صلاته كان محافظا على بقية دينه من باب أولى، ومن ضيع صلاته فإنه يكون مضيعا لبقية دينه من باب أولى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا قضية أخرى فتقول: نسمع دائما من بعض الناس قول النكت، فهل هذا من المحرم إذ أنه من الكذب؟ لا بأس بذلك في حدود، يعني ذكر النكت والطرائف والمزح الخفيف الذي يروح عن النفس وعن الحاضرين ويذهب الوحشة من النفوس، هذا شيء لا بأس به. أما إذا زاد عن قدر الحاجة وشغل الوقت واعتبر هذا من صفات الشخص أنه كثير المزاح وكثير فهذا لا يجوز، وهذا فيه تحذير في الأدلة الشرعية وتحذير في أشعار العرب وحكمهم، تحذير من كثرة المزاح وكثرة الهزل، لأن المسلم أمره جد وحزم، ولكن لا بأس بالطرائف والمزاح الخفيف الذي يروح عن النفس ويشرح الصدور ويذهب الوحشة بين الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام، والشاعر يقول: وإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل النذل. فالكثرة من هذا فيها ضرر وفيها ذهاب الحياء وفيها ذهاب التوقير والوقار عن الإنسان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل شيخ صالح: مع من يسأل عن حكم مصافحة المرأة الرجل غير المحرم برغم أنها ترتدي القفازات؟ هذه المسألة تكرر السؤال عنها والإجابة عنها في كثير من حلقات هذا البرنامج، صحيح، وكأنها عادة مستفحلة في بعض الأقطار وفي بعض البلاد، وهي عادة محرمة يجب تركها. ألا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، لما في ذلك من الفتنة، حتى ولو كان من وراء حائل، من وراء القفازين أو من وراء الثوب، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء ولم يكن يبايع النساء إلا بالكلام لا بالمصافحة، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعث بها المستمع إبراهيم بشار، يقول: لديهم إمام لا يصلي بهم صلاة العيد وخاصة عيد الفطر إلا أن يعطوه من الزكاة، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ إذا شرط عليهم أن لا يصلي بهم إلا أن يعطوه من الزكاة إنها لا تصح الصلاة خلفه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: ومن يصلي خلف هذا؟ العبادات لا تتخذ مجالا للاتجار
والحرفة، لأنها عبادات تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتخذ لأجل طمع الدنيا ويستأجر عليها أو يطلب عليها الأجر. أما إذا أعطي شيئا من غير أن يشترط فلا بأس أن يأخذ ذلك، إذا أعطي شيئا من غير أن يشترطه فلا بأس أن يأخذه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.